سعيد بحياتك وليش؟ نعم أنا سعيد لأن والدتي على قيد الحياة. بنرحب بيكي معنا في واضح، وبمناسبة اليوم العالمي للسعادة عايزين نعرف أنت سعيدة؟ أكيد طبعاً سعيدة، وجاية الجنينة وورد وشجر وحاجات جميلة من ساعة الصبح. لا والله مو سعيدة بحياتي، هسا أني مطلقة. الحمد لله يا ربي لهذا الساعة. على شرك فرحان؟ إيه الصحة وستر، تكون الصحة وتكون أنت مستور وتكون عايش بي، الحمد لله هذاك هو الصح. نعم أنا سعيد لأن والدتي على قيد الحياة. إيه لأنه عندي زوجة عندي أطفال وعندي داوم. شنو هي السعادة بالنسبة لي؟ راحة ديال الوالدين والراحة ليا أنا أنا بالنسبة لي السعادة كي تكون بصحتك. الصحة هي كما يقول الصحة هي الصح. قرب من العائلة هاي بتاع يعني كلها بالسعادة. تكون واحد بمرتاح البال. أنه والديك راضيين عليك هذيك هي راحة البال، راحة القلب. يعني السعادة هي حب الإنسان، يكون سعيد مع اللي بحبهم. رسمالي يما وبابا أخويا، هما رسمالي أخويا. إيه أكتر حاجة لو حصلت تخليكي سعيدة؟ بصراحة إن بابا وماما يكونوا راضيين عني، وإن أنا أكون بحقق إنجازات في حياتي، بعمل حاجات كويسة كتير. أكتر حاجة تخليني سعيدة تراهم World Peace. بزاف دراهم. دراهم هما صح؟ ايه ماشي غير ماشي غير هما، قلنا الصحه والستر. مي بصح دراهم ثاني كيكونوا بزاف تماك تكون فرحان بالزياده. ايوا اساسا اتمنى يصير عندي رجال زين متفقين من حبات وجهال يمي. يعني العائله اهم شيء بالنسبه لك وهي ناقصتك. ايه اهم شيء اريد عائله. ايه طبعا. شكرا لك. شكرا.